هتعرف انك نضجت لما يبقى في ناس في حياتك بتفضلهم عن نفسك بجد، تبقى عايز تسعدهم، وده بيبقى مصدر سعادتك انت. اما بيشبعوا نفسيا وماديا بيبقى كأنك شبعت وزيادة. لما يكون في جيبهم فلوس كأن الفلوس دي بجيبك انت، ولما تقعدوا تاكلوا بتبقى عايز كل الاكل الحلو يكون من نصيبهم حتى لو انت ما اكلتش. لما بتخرجوا بتبقى عايز تفرحهم، عايز توديهم احسن الاماكن حتى لو كانت الاماكن دي انت مش بتستريح فيها. حرفيا مع كل حاجه حلوه بتعملها ليهم بتحس انك مرتاح نفسيا، عايز تشوف الابتسامه على وشهم وخلاص. وقتها بتحس انك مرضي وان الدنيا كده مكفياك وعشرة على عشرة. ولادك بقى كانوا او زوج او زوجة او اب او ام او حبيب ايا كان، دي مرحلة النضوج مش هيحسها غير اللي عاشها وجربها. فكرة انك تبقى سند حد وظهره وامانه فكرة مرعبة ومش سهلة. حد ماسك فيك ومتشعبط في ظهرك وهو مغمض عينيه، ربط نفسه بيك واعتبر نفسه مسؤول منك، قالك سوق بيا وانا واثق. الرعب في الفكرة انك بقيت طول الوقت خايف، خايف على متشعبط فيك، خايف تخيب امله، خايف عليه، خايف على نفسك، حتى مش علشان نفسك، لا علشان هو. لانكوا بقيتوا روح واحدة وقلب واحد، بقيت بتعمل كل حاجة علشانه. ما بقاش مهم انت، المهم هو في كل حاجة في الحياة. بتحاول تشوفه مبسوط بشتى الطرق، وهبت حياتك كلها ليه. عايز دايما تشوفه مطمن وتبقى السند الحقيقي، وتأدي دورك على أكمل وجه، وتحقق له كل أحلامه معاك. الحاجة المرعبة كمان إنك من سنين مش بعيدة كنت بطولك، فرد في الحياة، عايش بالطول وبالعرض، كلت ولا ما كلتش مش فارقة، تعبان ولا مش تعبان عادي، معاك ولا ما معاكش برضه عادي، مبسوط ولا مكتئب لنفسك. لكن النهاردة أنت بقيت بتحسب كل خطوة. ممكن تكتم تكشيرة علشان ما تعكننش عليهم، تداري وجع علشان ما يحسوش بحاجة، تكتم غيظ من موقف علشان الدنيا تمشي، تنظف جيوبك علشان تشوفهم مبسوطين، تطحن جوا الدايرة بدون ما تريح لحظة. هو إحساس حلو بس يخوف، خوف على اللي منك مش عليك، مسؤولية تقيلة ربنا يعين الجميع عليها. وخلي بالك دايما إنك ما بقتش فرد، انت بقيت مسؤول ولازم تكون قدها. يا اما ما تشيلش الشيلة من الاساس، لان ارواح الناس مش لعبة. شكرا ليكم والى اللقاء.